من بفارق. فريق بعيد، لكن الموسم هذا كان في نادي العربي اللي هو دخل في معانا في كان يعني منافسة. منافسة، ووصل يعني كم مرة وصل هو الأول في الدوري. ايوه. لكن احنا كان هدفنا بتاعنا هذا الأول في هذه السنة، وحاولنا لآخر لحظة، كان في حماس كثير لآخر مباراة، لكن في شيء انه عامل الفارق انه احنا فزنا على العربي ذهاب وعودة، ايوه. هذا انه عامل فرق. وقعدت لآخر مباراة في الدوري انه لازم نفوز عشان نفوز بالدوري. يعني صراحة عنده طعم خاص هذا الدوري، لأنه كان طويل جدا، وكان فيه يعني تقريبا احنا والعربي، وكان السد بس بعيد شوية، في آخر لحظة وصل كمان هو. ايوه. بس كان يعني دوري بالنسبة لنا كان دوري يعني صعب، وكانت عنده يعني كان عنده طعم خاص. طعم خاص بالنسبة لكم. انت في قطر بشكل عام تأقلمت سريعا، واحنا بنتكلم عن موسمين انتهوا بالفعل في مسيرتك هناك في قطر، تأقلمت بسرعة بعد رحلة مصر اللي كانت ناجحة بالنسبة لك؟ لا، ما تأقلمتش بسرعة، يعني كانت أول تقريبا نصف الأول الموسم بتاعي في قطر، يعني أول 6 شهور كانت صعبة شوية تأقلم، من كنت يعني في كل الأشياء. ايه بقى أول زي ايه؟ شيء مثلا الجو، كان في مكيفات لكن في الجو صعب شوية، يعني درجات في الحرارة درجات يعني. الحرارة كانت يعني درجة الحرارة كبيرة جدا، هذا أول شيء، لأنه مصر كان الجو بتاعه ودرجة الحرارة بتاعته كان تقريبا مثل تونس، يعني تمام، متعودين عليها مش بعيدة. مفهوم. درجة الحرارة هناك أول شيء، ثاني شيء تأقلم مع فريق جديد، مع بطولة جديدة، دوري جديد، يعني كل شيء كانت الأمور مش سهلة. حاولت يعني الماكسيموم إني أحاول إني أتأقلم مع الأمور. مع هذا كله يعني كل أمانة، ما كانتش يعني علاقتي مع المدرب السنة اللي فاتت البرتغالي ما كانتش علاقتي أوكي يعني معه. هو كان ايه سبب ان هو العلاقة مثلا ما فيهاش شوف، انسجام؟ أنا طبيعي أنا جاي محترف وجاي باش نقدم إضافة، وأكيد النادي أخذني عارف في قيمتي. ايوه. لكن اول مباريات يعني باش تكون الامور يعني شويه شويه. وعلى فكره كنا رحنا معسكر في النمسا اول موسم، الجو هناك يعني جو حلو، الحراره كانت اوكي، كل شيء، تمام. قدمت مستويات في المباريات الوديه كانت مستويات اوكي. اول ما رجعنا لقطر لقيت شويه صعوبات في تمام. الحر، يعني فاهم، ما عرفش هو ما يتعامل مع عرفش الصعوبات اللي ايوه انت واجهتها. الصعوبات هذه كان ممكن يعني الكلام هنا على لويس كاسترو لويس طبعا. كاسترو ما ايوه. كانش فيه يعني ما كانش حاسس بك الثقه، يعني انا لاعب بحب ان يكون في شويه ثقه من المدرب، في الاخر راح اديك في الملعب، يعني مفهوم. اللي انت ما كانش فيه ثقه، يعني كان في مره تطلعني في مره يحطني دكه، ايوه. لقيت شويه صعوبات. لكن بعدين شوي بشويه بديت يعني اشتغلت على نفسي، اشتغلت وقعدت صبر، واكيد النادي صبر معايا. في الاخر يعني في اخر الموسم الاول الحمد لله يعني كنت ممتاز، وكنت يعني سبب من اسباب اني فزنا على نادي السد، سجلت فيهم جونين في النصف ايوه النهائي، وخدنا مظبوط كاس الامير. مظبوط. كاس الامير هل في وقت من الاوقات في الموسم الاول في الدحيل، في وقت عدم الانسجام او العلاقه المهتزه شويه مع لويس كاسترو، فكرت او تواصلت مع حد تقول لهم انا عايز امشي؟ لا، كان في تفكير هذا بتاع اني نمشي، يعني فاهم، في كان كلام بيني وبين رئيس النادي، اكيد هو جاء سأل يعني فيتكلم معايا، قال لي يعني ليش المستوى بتاعك مش زي ما كنت في الزمالك، يعني دايما مستوى في الزمالك كله يعني ماخذين الناس كانه شيء، يعني فاهم لازم نكون نفس صح. المستوى. قلت له يعني نفس اللاعب ما في شيء يتغير، لكن